زال طول الكرم تعيش على وقع الحادث الأليم المؤلم حقيقة لنا هنا لطول الكرم خاصة ولكل الوطن الذي راح تحيطه 5 مواطنين من عائلة واحدة. المواطن وهو الذي كان أيضا معتقلا لدى سلطات الاحتلال لأكثر من 24 عاما بلال حبيب، يعني كان قد توفي بحادث السير وكان برفقته زوجته وابنته وطفليها اللذان يعني لم يتجاوز عمر ابنة تالية الصغيرة التي توفيت بهذا الحادث أكثر من 3 سنوات. حقيقة نتحدث عن فاجعة أليمة لمت بالمحافظة يوم أمس بعد العصر بساعة، وفقا يعني لشهود العيان كانت سيارة المواطن المرحوم بلال حبيب تسير بسرعة ولكنها على ما يبدو صدمت بشيء، ذهبت باتجاه اليمين وهذا الأمر أدى إلى تحطم المركبة وتكسر زجاجها وحتى أنها يعني دمرت بشكل كامل، وهذا كان واضحا من تلك الصور التي انتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. المواطنون هرعوا سيارات ومركبات الإسعاف والإنقاذ هرعت إلى المكان، عملوا منذ اللحظة الأولى لإنقاذ العائلة، لكن يعني تباعا كانت ترد الأخبار من مشفى الشهيد الدكتور ثابت الحكومي هنا في طول كرم، وبالإضافة إلى مشفى الإسراء التخصصي أيضا في المدينة بأن المصابين في حالة حرجة وخطرة. ويعني حتى ساعات المغرب وساعات الليل المصادر الطبية كانت تحاول أو عفوا الجهات الطبية كانت تحاول أن تفعل شيء من أجل إنقاذ حياتهم، لكن للأسف أعلنت بشكل نهائي بأن المصابين بمعظمهم توفوا. بقي طفل صغير يبلغ من العمر 7 سنوات وهو حفيد المرحوم بلال حبيب، حيث كان أيضا هو بحالة حرجة لكن تم نقله إلى المستشفيات لتلقي العلاج، نتمنى أكيد له الشفاء. إذا يعني هذا الحادث، حادث السير الذي وقع يوم أمس، يأتي ليزيد من فاجعة أبناء شعبنا بضحايا حوادث السير، علما أن الشارع الذي وقع عليه حادث السير عملت الجهات المختصة على وضع كل ما يمكن وضعه من أجل وقف حالة التزايد بالحوادث السير على هذا الشارع، وبالفعل نجحت إلى حد كبير. لكن هنا أود أن أضيف معلومة بأنه منذ بداية العام قبل حادث السير الذي وقع عصر يوم أمس فقد يعني توفي مواطن واحد فقط بحادث سير في طول كرم. اليوم وبعد وفاة 5 مواطنين ترتفع عدد وفيات الحوادث هنا، حوادث السير في طول كرم، إلى 6 مواطنين، وبالتالي هذا الارتفاع ارتفاع كبير جدا، وهذا ارتفاع يعني يحذر من يعني يحذر المواطنين بداية من أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور لحماية أنفسهم وحماية عائلاتهم. اليوم طول كرم تودع الجثامين الخمسة، تودع المواطنين الخمسة، المواطن بلال حبيب وزوجته منال وابنته دنيا وأيضا ولديها وتالية وأيضا بلال، تودعهم جميعا إلى مسقط رأسهما بمشاركة أيضا كبيرة من قبل أبناء شعبنا الذين ذهبوا منذ اللحظات الأولى لتقديم واجب العزاء والمواساة لهذه العائلة المكلومة بهذا المصاب الجلل بوفاة الأشخاص بوفاة أبنائهم. إذن هذا يعني ما لدينا هنا في طول كرم على وقع هذا الحادث الأليم الذي حدث يوم أمس.